طبعا متابعه تدريبات الاهلي النهارده اللي يمكن خلصت من دقائق بسيطه جدا، واستعداد الاهلي لمواجهه مباراه الاسماعيلي. تبقى طبعا مواجهه الاسماعيلي واحده من الماتشات بالنسبه لجمهور الاهلي على الاقل المهمه جدا بصرف النظر عن فكره المنافسه او الترتيب في جدول الدوري. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من داخل النادي الاهلي نعرف اخبار تمرينه النهارده واستعداد الاهلي لمواجهه الاسماعيلي بكره ان شاء الله في الدوري. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. طبعا جمهور الاهلي يمكن بشكل كبير يعني مهتم جدا بماتشات المتبقيه في البطوله على مستويين، مستوى متابعه اللاعبين اللي خدوا فرصه طبعا واللي منحهم مجلس اداره النادي الاهلي بقراره باراحه عدد كبير جدا من الاسماء اللي شاركت من بدايه الموسم فتره راحه مبكره، فبالتالي كانت فرصه لظهور عدد كبير جدا من الاسماء في ماتشات الاهلي الاخيره، وايضا الحقيقه الجهاز الفني ريكاردو سواريش اللي الناس لسه ما زالت بتحاول تستكشف قدراته وامكانياته وامكانيه انه يكون ليه بصمه مهمه جدا مع الفريق خصوصا قبل بدايه موسم جديد. جمهور الاهلي على الاقل بيراهن فيه على كل الالقاب والبطولات. نطمن منك على ملامح وشكل التدريبات النهارده. بالفعل يعني في هذه اللحظات اللي بتكلم فيها معاك زميلي العزيز احمد، يمكن المران الاخير للنادي الاهلي استعدادا للقاتل الاسماعيلي غدا ان شاء الله في المباراه المؤجله من الاسبوع 18، انتهى بالفعل منذ 10 دقائق. يمكن كان سبق المران محاضره اخيره للجهاز الفني اتكلم فيها عن ابرز الجمل الخططيه اللي هيتم تنفيذها في مباراه الغد وابرز المهام المقسمه والموزعه على اللاعبين، ومن بعده اتنقل التدريب لملعب مختار التتشو هنا بالجزيره. يمكن التمرين بدا ببعض الجمل البدنيه والتدريبات الاحمال، ومن بعدها عمل تقسيمه لجميع اللاعبين الموجودين في مران الفريق. يمكن الفريق واصل مرانه بالامس فقط بعد الراحه اللي حصل على الفريق يوم الخميس. يمكن تدريب امبارح كان استشفائي بعض الشيء للناس اللي لعبت المباراه اساسيه المباراه الاخيره امام ايسترن كومباني. باقي اللاعبين يمكن ادوا تمرين قوي امبارح وكمان النهارده، معظم اللاعبين الحمد لله في حالتهم زي ما انت ذكرت في الاول، اللاعبين اللي قرر الجهاز الفني منحهم فرصه بعد القرار الاخير لمجلس اداره النادي الاهلي، وكمان المجموعه كبيره جدا من الشباب والناشئين الموجودين في التدريبات. يمكن كل اللاعبين ظهروا بشكل اكثر من رائع استعدادا لمباراه الغد امام الاسماعيلي زي ما انت قلت، واحده من اهم المباريات الجماهيريه في الكره المصريه. يمكن كمان يعني مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الموجودين في التدريبات اللي تم تصعيدهم مؤخرا لعبوا مباراه الاسماعيلي بالفعل في كاس الرابطه في شهر يناير الماضي. كان مجموعه منهم كان الظهور الاول ليهم واول مره كان جمهور النادي الاهلي يشوفهم كانت في مباراه الاسماعيلي ايضا، فان شاء الله تكون بكره فرصه كبيره لظهور عدد عفوا عدد كبير جدا منهم في المباراه. يمكن كمان المحترف الوحيد الموجود في تدريب اليوم كان لويس ميكسوني طبعا بعد يعني كمان منح اليو ديانج راحه مثل باقي لاعبي الفريق الاول. يمكن احمد عبد القادر موجود في التدريبات بشكل اكثر من رائع، كمان رامي ربيعه موجود في التدريبات برغم الايقاف والحصول على 3 انذارات هيغيب ابرز الغيابات يعني من الفريق اللي لعب المباراه الاخيره عن مباراه الاسماعيلي غدا. اكرم توفيق كان موجود ومشارك في التدريب بشكل اكثر من رائع، يمكن برده كان موجود في التدريب بشكل كامل في التقسيمه الاخيره بالكره كان موجود بشكل اكثر من رائع. يمكن حسين الشحات طاهر محمد طاهر وصلوا تدريباتهم التاهليه والاستشفائيه، وكمان احمد كوكا يمكن عمار حمدي يعني واحد من اللاعبين الغائبين للاصابه منذ شهر يناير الماضي واثناء الاستعداد لكاس العالم ده كان موجود النهارده وحرص على متابعه التدريبات مع زملائه هنا من على دكه البدلاء. كل الامور رائعه ان شاء الله، بس يعني يتبقى توفيق ربنا ونشوف ان شاء الله مباراه كبيره. يعني في الاثناء اللي انا بكلمك فيها دلوقتي يا احمد اللاعبين بيستعدوا للسفر ان شاء الله لمعسكر الليله في محافظه الاسكندريه، بعد قليل هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب عن طريق الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش للسفر ان شاء الله للاسكندريه والمبيت فيها في معسكر مغلق. حتى مباراه الغد ان شاء الله اللي هتنطلق في 9 مساء على استاد برج العرب بالاسكندريه. ان شاء الله يكون عرض قوي نطمن بيه على اللعيبه اللي هتظهر في تشكيله الاهلي الاساسيه. بشكر زميلنا محمد توفيق على اخبار تمرينه النهارده.